السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بإذن الله نستمتع اليوم مع كتاب جميل في الحب. هذا الكتاب هو كتاب بيشرح تعريف الحب وأنواع الحب، وهذا الكتاب تم تأليفه في القرن الخامس الهجري، وقام بتأليفه ابن حزم الذي عاش في الأندلس، والأندلس هي أسبانيا والبرتغال حاليا. وهذا الكتاب مقسم إلى 30 باب، منها ماهية الحب، علامات الحب، الحب من أول نظرة، وإلى غيره من الأبواب. هو سيرة ذاتية الكتاب لخبرة وآراء ابن حزم والمعاصرين له. وإليكم شرح بسيط للكتاب. نبدأ بالباب الأول، وهو ماهية الحب. ماهية الحب يعني تعريف للحب. الحب هو اتصال بين النفوس، اتصال بين النفوس. فهذا الاتصال لا يقوم على أساس الجسد، ولكن يقوم على أساس أنك تفضل هذا الشخص، لأن تجد أنك تنجذب إليه بمجرد أن تسمع صوته أو بمجرد أن يتحدث. وأحيانا نجد أنفسنا نحب أشخاص بدون أن يتحدث، نجد الإنجذاب يكون قويا لهم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. الآن نتحدث عن أنواع الحب. أولا، هناك المحبة في الله عز وجل. ثانيا، هناك المحبة المعتمدة والمرتبطة باتفاق بين الأشخاص في مذاهبهم وطبائعهم. ثالثا، المحبة القائمة على الاجتهاد في العمل. رابعا، محبة القرابة. خامسا، محبة مرتبطة ببلوغ اللذة والمتعة. الآن نتحدث عن جزئية جديدة. فبعد أن تحدثنا عن ماهية الحب، أي تعريف الحب، نتطرق إلى موضوع جديد، وهو علامات الحب، وهي كثيرة. منها كثرة النظر إلى الحبيب، الإقبال على حديث الحبيب، الالتزام بالمكان الخاص بالحبيب، البكاء من علامات الحب. نبدأ بإدمان النظر. فالحبيب يحب أن يكثر من النظر، أي يدمن النظر إلى الحبيب، فنجده ينتقل بعينه مع حبيبه وينزوي بانزوائه مثل الحرباء مع الشمس. يقول ابن حزم عن العين، وأن الحب يرتبط بالعين، فالحبيب دائما ينتقل
بعينه ويكثر النظر مع الحبيب، فيقول: أصرفها حيث انصرفت وكيفما تقلبت كالمنعوت في النحو والنعت. أصرفها حيث انصرفت وكيفما تقلبت كالمنعوت في النحو والنعت. فهذه الجزئية لابد أن نوضحها، فهو يقول تقلبت كالمنعوت في النحو والنعت. فكما نعرف في النعت أو الصفة يعني، فنقول الولد الجميل، في تشابه بين الاثنين. التشابه هنا التذكير والتعريف، تمام، وهو النعت والمنعوت، وأيضا في الإعراب يبقى النعت والمنعوت أو الصفة والموصوف تتشابه في كل شيء، من تعريف، من إعراب، من تنكير. نأتي إلى جزئية أخرى من علامات الحب، وهو الإقبال على الحديث. فنجد من يحب يعجب بحديث حبيبه، وكأن كلامه خرق للعادات وأمر خطير، يصدق كلام الحبيب حتى لو فيه الكذب. نتطرق إلى جزئية أخرى في علامات الحب، وهو الالتزام بمكان الحبيب. فنجد أن من يحب يتعمد القعود بقرب حبيبه والدنو منه والتباطؤ عند ترك المكان الخاص بحبيبه، فيقول: وقيامي إن قمت كالأنجم العالية الثابتات في الإبقاء. فالكل يعرف أن النجوم في السماء عندما تنظر إليها تشعر أنها لا تتحرك، فهي ثابتة. فهو يقول: عندما أغادر المكان الذي يكون فيه حبيبي مستقر، فأنا أتباطأ وأتثاقل جدا في المشي من هذا المكان، فكحالي كحال النجوم الثابتة في السماء. هناك جزئية بقيت في علامات الحب، وهي البكاء. فيقول ابن حزم: إذا كتم المشغوف سر ضلوعه فإن دموع العين تبدي وتفضح. إذا ما جفون العين سالت شؤونها ففي القلب داء مبرح. يعني إن الإنسان الذي يحب إن حاول أن يخفي ما في قلبه فنجد أن الدموع تقوم بفضحه وإيصال رسالة للناس، وتقول: احذروا، هذا الذي يبكي هو عاشق ويحب الحبيب. والدموع بتدل إن في القلب فيه داء، وهذا الداء هو داء العشق والحب. وهكذا قمنا بالانتهاء من بابين من أبواب كتاب طوق الحمامة في الألفة لابن حزم الأندلسي الذي عاش في القرن الخامس الهجري، وتحدثنا عن باب ماهية الحب وباب علامات الحب. والسلام عليكم ورحمة الله.